طيب عندي فقره نمبر 1 يا كابتن، يعني اخدها مع حضرتك برضو. حضرتك تختار لي واحد، حضرتك حضرتها معايا قبل كده. طيب، افضل لاعب في الاسماعيلي في ماتش امبارح، ياو انور ولا احمد مدبولي ولا عماد حمدي؟ مدبولي. مدبولي. لاعب بتاثر الاسماعيلي بغيابه، عبد الرحمن مجدي ولا صالح جمعه ولا محمد حسن؟ محمد حسن. محمد حسن. افضل لاعب في الاسماعيلي في المباراه الاخيره، هل هو سيرجي اكا ولا فراس شوات ولا محمد الشاي؟ والله هما كلهم الثلاثه كانوا يعني كويسين، بس انا فراس عجبني قوي. فراس شوات. طبعا فارق معانا. افضل رئيس لنادي الاسماعيلي، المهندس اسماعيل عثمان، المهندس ابراهيم عثمان، الباشمهندس محمد ابو السعود؟ طبعا انا بعتبره ابن المعلم الحقيقي، مهندس اسماعيل عثمان الله يرحمه. اسماعيل عثمان. طيب، افضل محترف اجنبي في تاريخ الاسماعيلي، جون انتوي ولا جون اوتاكا ولا دييجو كالديرون؟ لا اوتاكا طبعا. اوتاكا. 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 الثلاثه اثروا في النادي الاسماعيلي بس طبعا. اوتاكا كان رهيب. بس اوتاكا حاجه ثانيه. طبعا. طيب، افضل محترف عربي في تاريخ الاسماعيلي، عبد القادر برازي الله يرحمه طبعا، مصطفى كريم، فخر الدين بن يوسف؟ كله ساهم الحقيقه، لكن مصطفى كريم. مصطفى كريم. كان فرود قوي. طيب، عندنا اخر حاجه، افضل مدرب اجنبي للاسماعيلي كابتن، مارك فوتا ولا ريكاردو ولا بوكير؟ لا بوكير. انت عارف بوكير يا فاروق كل شغله بالكوره، يعني حتى فتره الاعداد مفيش حاجه اسمها تلف الملعب، مفيش حاجه اسمها تلف الملعب، الشغل البدني كله بالكوره، كله فتره اعداده كلها بالكوره، وده يعني ستايل غريب كان علينا شويه، لان ده يعني بيشتغل معانا من 15 مثلا سنه. فالحقيقه وهو ده اللي بيحتاجه لعيبه النادي الاسماعيلي، لعيبه النادي الاسماعيلي مش محتاجه بدني قوي، لو حطيت بدني قوي بتحسهم ان هم صح حاطين يعني اكياس رمل في رجليهم حقيقي، ما مش من نوع، لا هو عايز حاجات خفيفه بس. البرازيل دي ترجع تاني كابتن بالشكل ده يا رب ان شاء الله يا رب كابتن محسن. بشكر.